مدينة أطلانتس أو قارة أطلانتس المفقودة، أول من ذكرها هو أفلاطون. ذكر بعض المعلومات المهمة، منها إن أفلاطون حصل على المعلومات دي من خلال زيارته لمصر. تحدث عن مدينة أو قارة متقدمة تكنولوجيا اختفت منذ آلاف السنين. وصف القارة ولكن لم يتمكن من تحديد مكانها. ذكر أن ظاهرة طبيعية تسببت في زوال المدينة. من هذه المعلومات ندرك أن ذكر أطلانتس كان مشاعا ومعروفا في مصر، ومع ذلك لم تكن القارة معروفة لدى الإغريق والغرب. والدليل على ذلك أن أفلاطون زار مدن أوروبية منها روما وصقلية، ومع ذلك لم يذكر أن أحدا سمع أو كان يعرف شيء عن القارة المفقودة. وهنا إشارة أن القارة المفقودة موجودة في مكان قريب من مصر، وبالتأكيد ليست في البحر الأبيض المتوسط. ليه؟ حيث كان النفوذ الأوروبي والإغريقي يهيمن على هذا البحر في ذلك التاريخ. ما نقل من تقدم تكنولوجي عن تلك القارة يستدل عليه من نقوش الفرعونية في الأهرامات والمعابد، حيث تظهر جليا صور ونقوش طائرات وغواصات وآلات أخرى مع اختلاف في تفسيرها حتى الآن. حرص الفيلسوف أفلاطون على تقديم وصف حول مدينة أطلانتس، فأشار إلى أنها أفضل مكان يعيش فيه المهندسون والمعماريون، كما قال أنها تحتوي على مجموعة من المواني والمعابد والأرصفة والقصور، وأن أطلانتس بنيت على تلة يحيط بها الماء على شكل مجموعة من الحلقات، وساهم ذلك في السماح للسفن بالإبحار فيها. ظهرت العديد من النظريات حول مدينة أطلانتس المفقودة، ومنها أن أطلانتس كانت قارة. هي نظرية التي تشير إلى مدينة أطلانتس على أنها كانت قارة ظهرت في منتصف المحيط الأطلسي وتعرضت للغرق المفاجئ. وترتبط هذه النظرية مع إدراك أن أطلانتس هي مكان موجود بالفعل وليست أسطورة من تأليف أفلاطون، وظهرت في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي. أما النظرية الثانية فهي اختفاء أطلانتس في مثلث برمودا. أما النظرية الثالثة فهي أن أطلانتس هي إنتركاتيكا. هي النظرية التي تشير إلى أن أطلانتس ليست إلا صورة متطورة عن إنتركاتيكا في الوقت الحالي. أما النظرية الرابعة فهي أن أطلانتس المفقودة ما هي إلا رواية أسطورية، وأن مدينة أطلانتس ليست إلا مكانا خياليا. أما النظرية الخامسة فهي وصف مدينة أطلانتس يتوافق مع وصف مدينة إرما التي ذكرت في القرآن الكريم، وهي مركز حكم قوم عاد.